بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الدرس 18 من دورة أدوبي فلاش بروفيشنال سي سي تحت رعاية أكاديمية عمق وقف أونلاين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن التكست أو النصوص. نفتح ملف جديد، هنختار أداة التكست تول حرف التي، هنحط كليك في الستيج ونبدأ نكتب أو هنسحب، تمام كده خانة كده ونبدأ نكتب. خلاص قدامنا حل من اتنين، دي او دي، بنختار التكست وكليك وهنبدا نكتب. عندنا في انواع او في البروبرتيز بتاع التكست قبل ما اكتب وقبل ما اعمل اي حاجه لازم احدد نوع التكست. الكلام ده هيختلف كتير في السي 6، الناس اللي بتتابع معانا الدوره في السي 6 هتختلف كتير وهيبقى عندها ميزه اكتر مننا في السي سي. في السي 6 عندنا حاجه اسمها كلاسيك تكست والتي ال اف تكست. الكلاسيك اللي هو الموجود حاليا فقط في السي سي، التي ال اف مش مدعوم في السي سي ولذلك هيكون عندنا مشكله في العربي، وان شاء الله هنبقى ايه نشوف لها حل. طيب بالنسبه لانواع التكست هنا اللي عندنا في السي سي، في ستاتيك تكست ده نص ثابت، في الدايناميك ده اللي بيتغير معايا بالاكشن سكريبت، وفي الانبوت. تعال نشوف التكست وهبدا اكتب. مثلا تمام www.wakfonline.com، ده static text. قدامي اوبشن هنا ان انا اخليه horizontal افقي، وممكن اخليه vertical يعني ايه راس. تمام انا هخليه هنا ايه هوريزونتال زي ما هو. تعال نشوف الايه الاوبشنز بتاعته في البروبرتيز. عندي هنا البوزيشن والسايز زي اي اوبجكت على الستيج. تمام عندي هنا الكاركتر، الكاركتر هنا بالنسبه للفاميلي، الخط بتاعته، الخط بتاعه ايه، هختار الخط اللي يريحني. في الستايل عايزه طبعا في خطوط بتبقى ريجولار وفي منها بيبقى ايتاليك وفي بولد وبولد ايتاليك وهكذا. اختار برضو ايه اللي يريحك، بس لازم تعرف انت بتختار ايه عشان خاطر ده هنحتاجه. تمام في هنا السايز، حجم الخط ايه، لو زودت هتلاقوا الحجم بيزيد معايا. الليتر سبيسنج، المسافه بين الحروف وبعضيها، تمام خليها صفر. الكالر، لون الخط، هختار براحتي لون الايه، لون الخط. الانتي الياسنج مش مهم دلوقتي. الباراجراف، لو انا بكتب باراجراف كبير عايزه يبدا من الشمال لليمين ولا من اليمين للشمال، طبعا ده المحاذاه فقط مش طريقه الكتابه، المحاذاه ولا في الايه الاين سنتر، تمام ولا هيعمل لي مساواه لكل حدود الباراجراف من على اليمين ومن على الشمال. برضو ده السبيسنج في الباراجراف نفسه، المسافات ما بين الاسطر. هنا الاندنتيشن، المسافه البادئه، هنا المسافه بين السطور. ده المارجنز، الحوافي، عندنا اهو الهوامش، عندنا هامش من على الشمال كام ومن على اليمين كام، براحتك حدد البكسلات اللي تريحك. تمام في هنا في الاوبشنز عندنا هنا في حاجه اسمها لينك. اللينك ده هقدر اكتب فيه رابط يو ار ال لموقع، تمام، واول ما هضغط بالكليك على التكست ده هيوديني الموقع. طبعا خطأ شائع ان انا اكتب www.wakfonline.com. تعالوا كده نجرب ونشوف ايه اللي هيحصل. كنترول انتر، هضغط كليك هنا، هيبدأ يقول لي خطأ ولم يتم العثور على الصفحة وهكذا. طبعا هو بيفتح بايه؟ بيفتح بالمتصفح الافتراضي. انا المتصفح الافتراضي عندي جوجل كروم، ففتح بجوجل كروم. لو المتصفح عندك فايرفوكس هيفتح بفايرفوكس وهكذا. طيب ايه الخطا اللي هنا؟ المفروض في اللينك لازم اضيف http والكولن
والايه الدبل سلاش، يبقى هكتب http كولن الكولن اللي هي شيفت كاف وهعمل دبل سلاش اتنين سلاش يعني كنترول انتر، هضغط كليك هيبدا يفتح لي على ايه على موقع وقف اونلاين. تمام. طيب التارجت ده لو هفتحها هلاقي فيها كلمه بلانك مثلا، بلانك دي بتفتح لي لو انا فاتح المتصفح اصلا، مثلا فاتح الفيس او التويتر او ايا كان الموقع اللي انا فاتحه، فهعمل بلانك مش هيفتح لي الرابط ده على نفس الصفحه اللي انا فيها، هيفتحها لي في صفحه في نيو تاب في تابوت جديد. طيب عندي هنا في الفلترز، الفلترز ايه قلنا بتطبق على ايه على ايه التكست مفيش اي مشاكل. وعلى فكره كان في خطا فني الدرس اللي فات، البليندنج مودز مش موجوده هنا، مفيش هنا ديسبلاي ومفيش بليندنج مودز، في فلاتر بس في التكست مفيش بليندنج مودز. طيب ده بالنسبه لايه بالنسبه للستاتيك تكست. طبعا الخط اللي انتم شايفينه ده تحت التكست عشان انا عامله ايه عامله برابط، عامل له رابط، لو لغيت الرابط ده هيتلغى من عند الخط اللي تحتي. طيب زي كل الرابط بلاقي تحتها خط. طيب في نوع تاني من الخطوط او اوبشن تاني عندنا في الخطوط اللي هو الدايناميك تكست. الدايناميك تكست ده بمجرد ما بختاره بيديني حاجه اسمها انستنس نيم، الانستنس نيم ده بكتبه عشان اقدر اتحكم فيه عن طريق الاكشن سكريبت. هكتب مثلا وليكن ماي تكست، انا سميته كده عشان اشوفه دلوقتي ازاي هتحكم فيه عن طريق الاكشن سكريبت. طيب انا حاليا هكبره شويه، ممكن اكتب فيه اي حاجه وليكن مثلا هكتب فيه مصطفى مثلا. تمام، هعمل له محاذاه كده شمال شويه وهكبر وهنشوف ازاي اتحكم فيه بالاكشن سكريبت. هعمل طبعه جديده، الكلام ده بالاكشن سكريبت مش لازم تعرفه ايه هو، بس انا بعرفك ان ده ينفع اتحكم فيه بالاكشن سكريبت. هفتح الاكشنز عندي هقول له ماي تكست دوت تكست equals this is action script control enter. تلاحظوا ان انا كنت كاتب مصطفى، دلوقتي اتكتب الكلام ده غريب ليه؟ ده انا كنت قاصد ان انا اكتبه كده، كنت قاصد ان انا يطلع الخطأ ده. ليه بقى كلام غريب كده؟ تعالوا نشوف الرسالة اللي ظاهرة لي هنا في الاوتبوت، بيقول لي فونتس should be embedded for any text that may be edited or at runtime. الران تايم يعني وانا بعمل بريفيو المشروع او بعد كده لما اديك الايه البروجكت النهائي او الملف النهائي اللي انت هتشتغل عليه. other than text within the use device font settings use the text font type. هو بيقول لي هنا ايه use the font embedding command to embed fonts. هو عايز يعمل تضمين للخط جوه ملف الفلاش عشان خاطر ما يروحش يستخدم الخط الجهاز اللي هو عليه، فبالتالي هيطلع خط غريب وحروف ملخبطه وهكذا، ونادر لما بيطلع خط كويس. فانا هعمل ايه في الدايناميك تكست ده؟ تمام، في الكاركتر طبعا بعد ما اختار الخط اللي انا عايزه هعمل له حاجه اسمها ايه امبيد، بيقول لي سيت فونت امبيدنج اوبشنز، هدوس على امبيد هتظهر لي النافذه دي. هختار اسمه في المكتبه لانه هيتحط في المكتبه، هيبقى من ضمن الحاجات اللي عندي في المكتبه الخط ده. تمام، وهختار هنا بقى انا هشغل على ايه، شغال على كل الحروف ولا على الابر كيس بس، على الحروف الكابيتال بس ولا على اللور كيس بس. تمام، ولا هستخدم فيه النمرلز اللي هو الارقام. تمام، هستخدم فيه علامات خاصه، انا هنا مستخدم لور كيس، ممكن استخدم الكل بس خلي بالكم كل حاجه ليها حجم في الملف في المشروع، يعني لو انا اخترت دول كلهم هيأثر عليا برضه في حجم الايه؟ في حجم المشروع. شايفين كميه الاعدادات قد ايه؟ كتير. فبالتالي انا هستخدم بس لور كيس. تمام، هخليها مثلا لور كيس وابر كيس وهقول ايه؟ هقول اوكي. تمام، لو دوست عملت كده ايه بريفيو كنترول انتر هتلاحظوا ان الخط طلع معايا مظبوط مفيش اي مشاكل. تمام، وقدرت اتحكم هنا اسم مصطفى في الديزاين، انما في الران تايم this is action script زي ما انا حددت له ايه حددت له في الاكشن سكريبت بتاعي.
تمام. طيب عندنا في نوع تاني من التكست اسمه input text. تمام، احنا في الدرس في النوع اللي فات الديناميك ده بيديني بيانات، الانبوت بياخد مني بيانات، يعني انا هنا هحدد مكان فقط واسيبه. تمام، هديله انستانس نيم عشان اقدر اتحكم بيه برضو بالاكشن سكريبت، خلاص اتحكم فيه في ان انا اخد منه، ان انا اديله دي حاجه يعني مش منطقيه ان انا ادي بيانات للانبوت. الانبوت معناه ان انا باخد منه بيانات، بكتب فيه زي الفورمز اللي انتوا بتشوفوها في اليوزر نيم او الباسورد او الكلام ده. تمام، هعمل كنترول انتر بريفيو، هتلاحظوا ان في فعلا ايه الانبوت بس احنا مش شايفينه. المفروض ان احنا بنغير في اعداداته بحيث ان احنا نشوفه. وهنا لو انا كتبت اي حاجه وليكن هكتب ايه this is me بيكتب معايا في الران تايم عادي. تمام كده عرفنا التلات انواع. تعالوا بقى نشوف الايه الاوبشنز بتاع الدايناميك فيها حاجه مختلفه ولا ايه. عندنا هنا البوزيشن والكاركتر والباراجراف. تمام، هنا برضو لو انا عايز اديله لينك، طبعا اللينك ده مش هيتغير مع الكتابه، هيفضل اللينك هو هو. تمام، نفس الكلام للايه للكلاسيك. تعال نشوف الانبوت، عندنا هنا نفس الكلام الكاركتر البوزيشن والسايز باراجراف. طيب في هنا حاجه اسمها سنجل لاين ولا مالتي لاين ولا مالتي لاين نوراب ولا باسورد، انواعه هنا ايه؟ انا عايزه هكتب في سطر واحد ولا هكتب في اسطر متعدده ولا هكتب في اسطر متعدده ومش هعمل راب، يعني مش هنقول للسطر الثاني اوتوماتيك، ولا هخليها باسورد. طب تعالوا كده نخليها باسورد. طيب الماكس كاركترز لو انا خليتها زيرو يبقى انا مفيش كده عندي حد اقصى لعدد الحروف او الرموز اللي انا بكتبها، لو حددت هيحدد، ودي بنستخدمها في الباسورد. لما يكون عندي الباسورد بتاعي مثلا 8 حروف او 8 كاركتر هخليها 8 وهكذا. طيب والفلترز نفس الكلام، تعالى نخليها باسورد ونشوف ايه اللي هيحصل. كنترول انتر بريفيو، هبدا اكتب، هيبدا يكتب لي ايه نجوم شكل ايه شكل الباسورد، وده بنستخدمه في الفورمز بتاع اللوجن او الساين اب بتاع الفورمز للدخول للمشاريع او للمواقع. تمام، بالنسبه بقى لمشكله العربي، لو انت هتشتغل على مشاريع هتستخدم فيها عربي يبقى لازم تستخدم فلاش سي اس 6، عشان هنا ما عندناش تي ال اف. هناك هتستخدم حاجه اسمها تي ال اف، هيبقى عندي نوعين، كلاسيك، الكلاسيك ده اللي هو الموجود الثلاث حاجات منه هنا، وهيبقى عندي ايه وهيبقى عندي تي ال اف. التي ال اف ده هيتيح لك ان انت تكتب الرايت تو ليفت لانجويجز، اللي هي اللغات اللي بتتكتب من اليمين للشمال زي العربي وزي العبري. تمام، طيب ولو انت استخدمت في ملف فلاش سي 6 مشروع بيستخدم اللغه العربيه وجيت فتحته بالسي سي عشان تكمل عليه هيشتغل معاك مفيش مشاكل، بس هيتحول ل كلاسيك تكست، هيتحول لايه لستاتيك تكست اللي هو ده النوع الاولاني. طيب ان شاء الله اول ما هوصل لحل لمشكله اللغه العربيه داخل السي سي ان شاء الله هبلغكم. ده كان درس النهارده، اشوفكم الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.